ب29 سبتمبر أيلول، يعني من كم يوم تقريبا، أحيا العالم اليوم العالمي للقلب بهدف التوعية من أجل مكافحة أمراض القلب والشرايين، اللي بتحتل المرتبة الأولى على لائحة الأمراض المسببة للوفاة بالعالم. بكندا تشير الإحصائيات إلى أنه أمراض القلب والأوعية الدموية تتسبب بوفاة 700 ألف مواطن ومواطنة سنوياً، كما وتشير أي الإحصائيات إلى أنه 1.6 مليون شخص بيتعايشوا إما مع مشكلة من مشاكل القلب أو مع تداعيات هالمشكلة. هل بيملك الإنسان فعلا امتياز السيطرة على تعرضه لأمراض القلب والأوعية الدموية؟ أو لنخفف من حدة السؤال، إلى أي مدى قادر الإنسان يسيطر على عوامل الخطر اللي بتعرضه لأمراض القلب والأوعية الدموية؟ إذا نعم، كيف؟ الإجابات على هالأسئلة مع ضيفنا الاختصاصي بأمراض القلب والشرايين دكتور سامر منصور. وسوا منرحب بضيفنا. أهلا وسهلا فيك دكتور منصور. أهلا وسهلا فيك وشكرا على الاستضافة كمان مرة مدام عواد. بالبدء قبل ما نحكي عن أمراض القلب، حب بس أقول كلمة لأليك ولكل المستمعين، إنه قلبنا وعقلنا وتفكيرنا هو مع أهلنا بوطننا الحبيب، وبنتمنى كل التمنيات انه هالغيمة السوداء تقطع باسرع وقت ممكن وباقل مرش. يعني من تمك لابواب السماء دكتور، كلنا قلبنا موجوع فعلا، يعني اليوم عم نقول قلوبنا عم تبكي اكتر من عيوننا. ان شاء الله يا رب بتفرج على وطننا وعلى شعبنا وعلى كل الشعوب اللي عم تتعذب بالعالم. دكتور لما بنقول 700 الف حالة وفاة سنويا، هالرقم بالنسبة لعدد السكان كبير أو مقبول؟ هيدا الرقم خف مع السنين، لأنه إذا منطلع على نسبة الوفيات وأسبابها بكندا خلال السنوات الأخيرة ومن أرنا بغير بلدان، خصوصا البلدان النامية اللي بتطوروا النمو، كمان منلاقي أنه الوفيات نتيجة أمراض القلب نزلت على السبب الثاني للوفيات. يعني منا نحن السبب الرئيسي للوفيات بكندا، السبب الرئيسي حاليا هي السرطان اللي عم ياخد العالم، عم سبب وفيات أكثر. هذا الشيء بس نروح للبلدان بطور النمو، منلاقي انه بعد امراض القلب هونيك هي السبب الاول للوفاة. ليه؟ لانه حتى لو صار في مشكل مع المريض بالقلب، مع تطور العلاجات وتطور العمليات اللي بنعملها على الشرايين يا خلال القسطرة او خلال العمليات القلب يلي بتنعمل، وكل الانتباه اللي بنعمله للعوارض المهيئه لامراض القلب حتى نخفف من تطور المرض، هذا الشيء ادى للانسان انه يعيش اكثر. بس يعيش أكثر عم بيصير في مشكلة كانسر عم تطفح، وهي أوقات عم تاخد عم بتسبب وفاة المريض بعدين. نعم دكتور، إلى يعني في سؤال هيك بنطرحه، هل نحن فعلا قادرين نسيطر؟ يعني في أمراض بنقول يمكن خارج السيطرة، إذا بقى نحكي عن مرض القلب اليوم، أمراض القلب والشرايين، إلى أي مدى اليوم الإنسان بيملك قادر يسيطر على عوامل الخطر؟ أوكي، سؤال كتير وجيه، بتشكرك على السؤال. السيطرة ممكنة لحد معين، والسيطرة بتكون هو بالكنترول يلي فينا نعمله للعوامل المهيئة لمرض القلب ومرض الشريين على القلب. في من هالعوامل هيدي عوامل ما فينا نعمل لها شيء، مثل مثلا الجينات يلي منورتهم من اهلنا، اذا اهلنا عندهم مشكله قلب او شريين نحن معرضين اكثر من غيرنا. العمر، بس نتقدم بالعمر، الرجال اكثر من النسوان، علما انه هلا صارت نسبه الاصابات عند النسوان تقريبا متقاربه، وصارت عم بتبلش بعمر مبكر. قبل كنا نقول انه ما في ريسك على المرأة قبل سن اليأس، هلأ صارت بتبلش بعمر مبكر قبل ما نوصل لسن اليأس. فإذا هذه العوامل هي عوامل منقول إيرفيرسيب، يعني ما فينا نرجع فيها لورا، لأنه الجينات ما فينا نغيرهم، العمر ما فينا نوقفه، والرجل أو امرأة ما فينا نغير هذا الشيء. بس ولكن ليستة العوامل المهيئة يلي هي فينا نعمل كنترول عليها أطول،
يلي هن الامتناع عن التدخين، يلي هي كنترول الكوليسترول، كنترول الضغط، كنترول السكر، عدم زيادة الوزن، عدم تناول الكحول بكميات كميات عالية. كل هالعوامل هيدي هي ليستا أطول، يعني في بين إيدينا عوامل أكتر نقدر نعمل عليهم سيطرة لنمنع الإصابة بمرض القلب، أو إذا صار في إصابة بمرض القلب أو الشرايين نمنع تطورها بشكل يؤدي لإصابات متتالية أو يقدر يؤدي للوفيات. اللي لازم نعرف مدام عواد هو عند الكندية العالم اللي عايشين بكندا، إذا بناخد من سن 18 يعني الإنسان البالغ الرشد من 18 وطلوع، 9 على 10 بيحملوا عامل مهيئ ليصير معهم مشكلة قلب. 90% من الكنديين عندهم عوامل مهيئة، أوقات هالعوامل المهيئة هي العمر فقط، أوقات العمر زيادة عليه التدخين، أو إذا في إصابة بالسكر، أو إذا في إصابة بالضغط، أو إصابة بالكوليسترول، أو عوامل وراثية معينة موجودة عندهم. إذا ما فينا نحن نقول إنه أنا ما بيني شيء وصار عمري 50 وصار عمري 60 أو بعمل فحص مرة واحدة بالسنة، فإذا ريسك إصابتي بأمراض القلب هي أقل. هون بدي بس أقول إنه أنا ما عم بدعي لحالة هلع ولا لحالة خوف عند العالم، عم بدعي توعية. هذا اللي بدي أقوله، للتوعية ولتنبيه، حتى لي كل واحد منا بيعرف شو صار عمره، يعرف بالعائلة شو في أمراض موجودة، يعرف إذا حدا من أهله صار معه مشكلة على القلب، وخصوصا إذا هذه المشكلة صارت قبل عمر 55 عند المرأة أو قبل عمر 60 عند الرجال، يعني البي أو الأم، أو إذا حدا من الإخوة أو الإخوات منصاب بهذا الشيء. إذا أنا بدخن أو ما بدخن، إذا أوقات ضغطي عالي بلاقيه بقول آه يمكن هلا لأنه معصب ضغطي عالي، لا لازم انتبه وراقب ضغطي لأتأكد إنه ما في بداية ارتفاع للضغط. أكيد أعمل فحص الدم تأتأكد إنه ما في بداية سكري، ما في ارتفاع بالكوليسترول، واهتم بهذا الشيء. وأكيد امتنع عن الدخان أو كل شيء بيقدر يأذي جسمي ويفوت على جسمي، وانتبه على أكلي، امشي نص ساعة كل يوم، وخلي الغذاء تبعي غذاء صحي، يعني يكون الأشياء اللي فيها دسم أو فيها دهنيات تكون كتير كتير خفيفة، وكثر من تناول الفواكه والخضرة، وامتنع عن أكل اللحم بشكل مكثف. دكتور منصور، حضرتك ذكرت عدة عوامل، أنا بحب هون أعرف هل عامل واحد من هالعوامل يعني بخليني عرضة، أو بده يكون عنا عاملين أو ثلاث عوامل خطر لنكون نحن أكثر عرضة؟ الجواب على سؤالك إنه هو عامل واحد، أوقات هو الوحيد يلي منلاقيه عند المريض ما منلاقي غيره، بس ولكن إذا بناخد 100 شخص عندهم عامل واحد، نسبة الإصابة بالقلب أو بشرايين القلب يلي رح تصير عندهم هي أقل بكتير من 100 شخص عندهم سببين أو ثلاثة. كل ما تزايدت العوامل المهيئة لمشكلة النشفين على الشرايين، انسداد الشرايين أو الإصابة بالأمراض القلبية، كل ما نزيدوا على هالعوامل المهيئة كل ما عليت النسبة إنه ممكن يصير شيء بالمستقبل. طيب أنا كمان بما أنه حضرتك ذكرت الكوليسترول، ونحن بنعرف أنه عامل خطر بالنسبة للإصابة بأمراض القلب والكوليسترول، وأنا مع حضرتك اليوم دكتور حبي أخذ هيك إيجابي شافي، لأنه اليوم منلاحظ أنه في مدرستين لما بنحكي عن أدوية الكوليسترول، منشوف أنه في ناس مع أطباء يعني مع هالأدوية، مع أدوية الستاتين، وأطباء ضد. في أطباء بيقولوا أنه عندها يعني آثار جانبية أكتر، يعني ممكن تضر أكتر ما تفيد. المدرسة الثانية بتقول لا مش مزبوط، لأنه أدوية الستاتين في منهم بيقولوا أنه بتحمي من سرطان الثدي، أيضا في دراسات عم تقول بتحمي من تراجع القدرات العقلية. هون رأي دكتور سامر منصور شو؟ فإذا أدوية الكوليسترول مثل الستاتين يلي ذكرتيهم لازم نطلع نحن ليه عم ناخدهم. أوكي؟ العالم يلي انصابوا بمشكل على شرايين القلب، الراس، الكاروتيد بالرقبة، أو عندهم مشكلة بالأورط، أو عندهم مشكلة على شرايين إجريهم، بس يصير في مشكل سبب
حالة سريرية معينة أو في عنا فحوصات عملت ولقينا أنه في ترسب كوليسترول على جدار الشرايين بشكل مهم، أدوية الاستاتين صارت حتما مجبر فيها المريض يخدها تحت يخفف نسبة الكوليسترول السيء بجسمه ليخفف التراكمات على الشرايين، وتحت نخفف الإصابة بذبحة أو بجلطة ونطول سنين الحياة عند هالمريض. هيدا شيء بنسميه prevention secondaire، يعني احنا هلأ بحماية عند حدا انصاب وشرايينه بمشكلة الكوليسترول. هيدا الشيء ما في نقاش عليه، يعني هيدا الشيء هو حكما لازم يرصده الإنسان، لأنه الدراسات أثبتت مش من هلأ من فوق العشرين سنة أنه الاستاتين أول شيء سيكوريتير، يعني ما في مشكلة عليهم، ما في ردات فعل عليهم بالجسم آمنة أكيد بالخيار المناسب والعيار المناسب يلي الحكيم بيقدروا لهالمريض يلي قدامه. فإذا عنا ركول 30 سنة لورا مع الستاتين بنعرف شو هني وشو فوائدهم وكيف بيشتغلوا، وبنعرف إنه إن هني نوع أدوية سليم يتاخد عند المريض. لو بده ياخده المريض على 20 30 و 40 سنة ما في مشكلة، ما في ردة فعل. العكس مثل ما عم تتفضلي وتقولي إنه غير الحماية يلي بيعملها على الشرايين، في حماية لنوبات قلبية ممكن تصير أو جلطات دماغية، وحتى للقدرات الذهنية ممكن يحافظ، لأنه ما ننسى إنه الخلل بالقدرات الذهنية بيقدر يكون لنتيجة مشكلة إلى علاقة بالشرايين، والشرايين هي أوعية كتير صغيرة بتغذي الخلايا بالدماغ، شيء اسمه ديمانس فاسكولار، يعني بيصير في حالة صرف نتيجة انسداد الشعيرات يلي بتغذي الدماغ. دونك نحن بس نوطي الكوليسترول بنكون عم نحمي هالشعيرات، وبينت الدراسات انه اقل عدد المرضى يلي بيصير عندهم هالمشكل هيدا. بس نروح على القالب الثاني ونروح على شيء اسمه بريفنسيون بريمير، يعني انا بعد ما عندي مشكل على شرييني بس ممكن الكوليسترول تبعي يكون عالي. هيدا استباقي، يعني هي وقاية استباقية 100%. هون اوقات شفنا انه صار في مبالغة انه صرنا نوصف الاستاتين شوي تعبير دارج على اليمين وعلى الشمال بلا ما نكون عاملين الحسابات اللازمة تنقدر نسبة الريسك لهالمريض هيدا من هلأ لعشر سنين لقدام، شو الخطر يلي عنده إياه ليصير في عنده لسا ما خلى مشكلة عشرينه، أو خطر يصير في ذبحة، أو خطر إصابة بالموت نتيجة مشكلة قلب أو شرايين. بس نقدر هالريسك هيدا، ونحن في عنا مقاييس بنقدر نحسبها حسب عمر المريض إذا رجال أو مرأة، حسب العوامل الوراثية، حسب ضغطه، إذا عنده سكري ولا لا، شو نسبة الكوليسترول المنيح الكوليسترول المش منيح، نحسبهم وبيطلع عنا هالمريض هو الخطر اللي عنده إياه خفيف. فإذا هون الحماية هي بتكون بالأكل وبالانتباه على الوزن وبالرياضة، ما في جملة دواء. إذا الريسك بيصير متوسط ساعتها لازم نروح على الأدوية بالستاتين يلي هي بتكون علاج استباقي تحت تالي ما يصير في مشكل، أو إذا كان الريسك عالي أكيد حكما بدنا نروح على الستاتين وأود بحاجة لأدوية تانية مع الستاتين تنزل الكوليسترول السيء ونخففه بالدم نستبق المشاكل على القلب وعشرين القلب. يعني شكرا لك دكتور، تفسير رائع جدا ومقنع جدا. بدي هون كمان اسألك عن أمر، اليوم بنعرف انه بأمريكا وبكندا الماريوانا ممكن انه صارت مسموحة، يعني في شخص طبعا لو انه بمحل معين فينا نروح ونشتريها. بعض الأشخاص اليوم عم بيقولوا لانه الاسترس، نحن عم نعيش كتير استرس قوي، والاسترس بيؤدي لمشاكل بالضغط والقلب وما إلى هنالك، عم بيروحوا بياخدوا الماريوانا وباعتبار انه هي عم بتروقهم بتخليهم هيك ريلاكسي اكتر. الى اي مدى اليوم حضرتك كطبيب قلب، الى اي مدى بتقول انه هالامر صحي او غير صحي؟ اكيد غير صحي. واللي عم بقوله مش هو فكرة نتيجة رأي سامر منصور، اللي عم بقوله هو شيء مثبت بالدراسات العلمية والطبية، انه العالم يلي بيستعملوا الماريوانا هني عالم عم بيزيدوا عامل مهيئ لمشاكل الشرايين خصوصا الأوعية الدموية وللقلب بدرجة تانية.
ليه؟ لأنه الماريوانا بتزيد من سميكة الدم وبتقدر تعرض لجلطات، والجلطات بتقدر تصير بالأوعية الدموية على الرواية، تقدر تصير الجنبين، تصير على القلب، تقدر تصير بالرأس. دونك بكون الإنسان عم بحل مشكلة وعم بروي، بس عم بهيئ لمشكلة أكبر ممكن تصير بوقت تاني. يلي لازم نعرفه هو أنه هيدا النوع الماريوانا أكيد في دراسات عم تتراكم وعم تزيد مع الوقت، وبتبرهن أنه في ردات فعل له بالجسم، وخصوصا على سميكة الدم يلي بتقدر تسبب إصابات بتجلطات بالأوعية الدموية والمكان بالجسم. وهيدا الشيء عم نشوفه أكثر وأكثر للأسف مع زيادة الاستعمال يلي صارت شوي ممكن أكثر بعد ما صارت الأوفيس ديسبونيبل وهيني إنه العالم يقدر يوصل عمل شرعوا من بعد ما تشرعت يعني. طيب بدي أرجع بما أنه عم نحكي كمان يمكن العامل الخطورة بيصير أكبر مع الماريوانا والتدخين، لأنه في أشخاص بياخدوا الاثنين يعني بيدخنوا وبياخدوا ماريوانا، أكيد هون الخطر بيصير مضاعف. كل شيء بدخن غير صحي يعني حتى السيجارة الإلكترونية اللي بدي أسألك عنها كمان، لأنه اليوم عم نسمع أنه في أطباء قلب عم يوصفوها اليوم. لح أجيكي بالجواب. هلأ أنا بقول لهم المرضى كل شيء بدخن مضر بالصحة، لأنه وقت تسألي للشخص أنت بتدخن بيقول لك لا. هلأ صار لازم نسأل كمان، خصوصا بس يكون عندنا مرضى من بيئتنا بيجي تسألي بتأرجل كمان بتأرجل. أنا ما بدخن السيجارة بس بأرجل مرة بالأسبوع، راس أرجلي قد علبة دخان ضغط، هيدا تدخين. نحن بنعرف أن العالم اللي بيعزوا حد العالم اللي بيدخنوا هني بيكونوا عم بينقزوا، فكيف العالم يلي عم بيدخنوا هني بحد ذاته. هلأ السيجارات الإلكترونية اللي عم تتفضل وتحكي عنها، دراسات بلشت تطلع على السيجارات الإلكترونية، طلعت وصارت شائعة والعالم عم تستعملها بلا ما يكون عندنا دراسات لنعرف هل هي صحية ولا مش صحية. في حكمة عم بيقولوا هلأ في مدرسة بتقول إنه ممكن استعمالها كبديل للتدخين، لأنه بنكون شلنا النيكوتين يلي هو أكثر شيء بيأذي. ولهلأ الدراسات عم بتفرج انه في أشاير انه الخطر الإصابة على الشرايين أقل، بس هذه الدراسات بعدها محدودة وبعدها بأولها، يعني ما فيني اجزم قطعا انه السيجارات الإلكترونيك او البابوتاج هو شيء صحي وفينا نبدل بين سيجارة وبين هيدا وبكون الريسك صفر انه يصير في عنا مشكل. عشان هيك يعني الأبحاث متتالية هلأ وعم تتوالى حتى نعرف إذا السيجارة الإلكترونية هي ممكن تكون بديل. لهلأ شفنا أنه نسبة الإصابات بالدفعات والجلطات يلي عم بتصير خفت بعد ما قلبنا من السيجارة العادية على السيجارات الإلكترونية، بس ما نعرف إذا هل السيجارة على المدى الطويل رح تقدر تعمل مشاكل بعدين بعد سنة بعد ثلاثة بعد خمسة. طيب شو بتعطي يعني نصيحة للأشخاص؟ في أشخاص اليوم كانوا ياخدوا علبتين دخان بالنهار، بقلك إنه أنا صدري صار أريح، عم بتنفس أريح مع الفابوتاج مع السيجارات الإلكترونيك، أنا حاسس إني مرتاح. وفي أشخاص بقولك أنا الحكيم قال لي إذا عم تنتقل وإذا ماشي حالك على هيدي خليك. يعني مثل ما قلت لك من شوي، أكيد إذا بدنا نقبل أسوأ الشرين نروح مع السيجارات الإلكترونيك أو البابوتاج، الأسلم هو لا هاي ولا هاي. بس إذا بدنا نروح على خيار بين اثنين أكيد منروح على السيجارات الإلكترونيك، اللي هي مثل ما قلت لك الدراسات بلشت تفرجي إنه نسبة الإصابات بمشكلة الشرايين خفت بعد ما شلنا النيكوتين. هو يمكن الخوف الخطر يمكن مش بالنسبة اللي عم بدخن سيجارة ويروح على الفابوتاج، الخطر لهالشباب اليوم اللي عم ببلشوا بالسيجارات الإلكترونيك وبعدين ما عم بتأديهم عم يرجع يروحوا للسيجارة العادية. ويعني وكل شيء هو له علاقة بالكمية كمان، يعني أكيد اللي بدخن علبتين إذا نزل وصار يدخن علبة نحن من خمسه ومنشجعه لأنه هو على الطريق السليم عم بخفف. الطريقة المسلة هو انه في ثيرابي دو رامبلاسمون للنيكوتين، يعني نعطي ادويه حتى ننزل نسبه النيكوتين بالدم تا
تدريجيا لحتى يطلع النيكوتين بالجسم تدريجيا عن طريق اللزقات عن طريق العلكة. وفي إدوية ممكن تتاخذ لحتى تمنع رغبة التدخين، هي بتشتغل على مركز بالدماغ لحتى تمنع رغبة يمكن. نعم تحت تمنع هذه الرغبة بالإنسان تحت يروح ويقول أنا بدي سيجارة. وبنقدر دراسات أثبتت إنه إذا نعطي هالأدوية مع اللزقات يلي فيها النيكوتين أو العلكة يلي فيها نيكوتين نقدر نساعد نسبة كبيرة من المرض من المرضى إنه يتخلصوا من السيجارة بلا ما يكونوا عم بفوتوا شيء تاني على جسمهم يلي هي السيجارة البديلة يلي هلأ عم نستعملها. نعم طبعا اليوم نحن لقائنا هيك كان شوي جولة هيك سريعة لنشوف كيف فينا نحمي قلوبنا. عندك شيء بتحب تضيفه دكتور سامر منصور؟ أنا يلي بطلبه من المستمعين هو أول شيء أن يكفوا عم بيسمعوا لمدام عواد، لأنه كل الحلقات يلي بتعمليه من قبل البرامج التوعية اللي بتعمليها هي بمحلها وبتشكرك عليها. والنصيحة الثانية اللي بعطيهم إياها مثل ما بقول وكرر على طول، درهم وقاية خير من إنفار علاج. نعم. ينتبه الإنسان قبل ما يوصل للمشكلة، التدابير يلي فيه يعملها على كذا صعيد، على صعيد الأكل، على صعيد الرياضة، على صعيد المشي. يعني إذا واحد بيشتغل واقف هو أسلم للقلب من ما يشتغل قاعد. يعني هيدي شغلة نصيحة بسيطة ومثبتة علميا، لو في يحرك حتى لو واقف أحسن من قاعد. أكيد يحرك، ينتبه شو عم بحط بصحنه، ينتبه شو عم بيتنشى، ويتبع إرشادات الطبيب. ووقت الطبيب بيوصف دواء يواظب على الدواء، إذا في مشكلة بيحكي مع الصيدلي بيحكي مع حكيمه، مش إنه منوقف الأدوية. هذا الشيء للأسف منشوفه بشكل يومي، المرضى وقت بياخدوا قرارات من ميلة واحدة من ميلتهم هني بلا ما يكون في استشارة طبية. صحيح. وكلمتي النهائية هي إنه في أمراض ما بتعمل عوارض، بالإنجليزي بنقول عنهم silent killers، يعني هني بيقتلوا بشكل خفي صمت بصمت عوارض. بصمت، مثل الضغط، مثل السكري، ومثل الكوليسترول. ما ننطر تيصير المشكل، الوقاية قبل ما يوقع المشكل ضرورية ضرورية ضرورية. شكرا لك الطبيب الاختصاصي بامراض القلب والاوعيه الدمويه الدكتور سامر منصور. ان شاء الله بدي اتمنى لك دائما الصحه، واذا قلبك هيك ينبض دائما محبه. اصلا يعني ما حدا بتقول له دكتور سامر منصور بكندا الا ما بحبك وبيشكرك. شكرا الله يخليك ويخلي لنا اياك دائما، وان شاء الله نرجع نلتقي بحلقات قادمه. بالخدمه مدام عواد، اهلا وسهلا، اكيد بتشرف. Au revoir. Allah Au revoir. Bye.